بسم الله الرحمن الرحيم. شاكر قناة الفجر الأخبار على إتاحة هذه الفرصة. تعقيبا على موضوع هذا المنتدى لريادة الأعمال اللي تمت إقامته في مدينة مراكش، أرى شخصيا أن فيه إضافة نوعية أكثر من الأعوام الماضية، وذلك يرجع للدول في جنوب الصحراء والإضافة النوعية اللي مركزة في هذا المجال على الرقمنة ومركزة على الابتكار والقرب من الرؤية المتبصرة اللي موجودة اليوم في العالم المتقدم، وعلى سبيل المثال التقدم والابتكار الموجود في المملكة المغربية والدول المجاورة كهو الحال في المملكة الإسبانية. انتهز الفرصة على تقديم الشراكة أو الشركات اللي موجودة من الجانب الأوروبي بصفة خاصة الجانب الإسباني والمجالات المتعددة، وخصوصا أو إذا صح التعبير بصفة خاصة تمويل جميع المشاريع المتوسطة الهادفة لريادة الأعمال المنطلقة من هذا المنتدى. وعلى العموم شاكرين الجميع، شاكرين مدينة مراكش كمدينة وكشعب وكحاضنة لهذا الحفل الدولي. وفي الأخير انتهز فرصة شكري للجميع اللي ساهم عن بعد أو عن قرب في تنظيم هذا المنتدى، وخصوصا السيد الرئيس محمد العيسى وجميع المشاركين.